السلام عليكم. في الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم على الكونكشن بتاع الفاير الارم سيستم. لو جينا نبص على انواع الفاير الارم سيستم، اول نوع معانا هو الكونفنشنال، السيستم التقليدي، بيكون بمنظر ده. السيستم ده كان كل مهمته ان هو يقول فيه حريق ولا لا، لكن مش بيعرف يحدد مكان الحريق فين. يعني انا لو عندي فندق وعامله بالكونفنشنال سيستم، لو حصل حريق في اي روم البانيل هتقول لي ان في حريق، لكن مش هتقول لي هي في الدور الكام ولا في انهي روم بالظبط. بالتالي النوع ده كان اولد تكنيك، لانه مش بيعرفني مكان الحريق ولازم انا اطلع بنفسي ادور على مكان الحريق. النوع ده كان شغال بكونسبت الزون، والبانيل بتشتغل فعليا كافوميتر بتقيس المقاومة بتاعة اللاين دوت. اللاين ده بيبقى عبارة عن الديتكتور اللي موجودة في الزونة ديت، وفي الآخر بحط مقاومة end of line resistance. كل ديتكتور عبارة عن مقاومة، لكن في الحالة النورمال هي open circuit، بالتالي اللوحة مش شايفة غير مقاومة نهاية الخط. في حالة إن حصل حريق عند أي ديتكتور من دول، الديتكتور هيعمل شورت سيركت على نفسه، بالتالي البانيل هتبقى شايفة شورت سيركت ومش هتشوف مقاومة نهاية الخط دي، فهتدي ألارم. لكن زي ما قلنا أنا مش عارف مكان الحريق دوت فين، عشان كده السيستم دوت كان less accurate. والنوع دوت من السيستم شغال بكلاس بي وايرنج، وهنشوف بعد شوية يعني ايه كلاس بي وايرنج. وعشان كل العيوب اللي فيه ديت، فالسيستم دوت كان لو كوست، التكلفة بتاعته بسيطة مقارنة بالأنواع التانية اللي هنشوفها. تعالوا نشوف يعني ايه ورك باي زون ويعني ايه كلاس بي وايرنج. لو عندي دي لوحة الفاير وخارج منها أول زون، زي ما قلنا كل element أو كل detector عبارة عن مقاومة بس open circuit، وده الكابل اللي خارج من اللوحة بيكون كابل 1 بير يعني فردتين، معدي على كل الديتكتور لحد ما في الاخر قفل الزون ب end of line resistance، بيكون بقى قيمتها 100 اوم او على حسب تعليمات المصنع. في الحالة العادية اللوحة شايفة قيمة المقاومة دي بس، عشان دول كلهم open circuit. في حالة ان حصل حريق مثلا على الديتكتور دوت، الديتكتور هيعمل على نفسه short circuit، بالتالي اللوحة هتشوف قيمة الشورت سيركت وما بقتش شايفة قيمة المقاومة ديت، بالتالي اللوحة هتقول ان في فاير او ان في حريق. معنى كلمة كلاس بي وايرنج يعني كابل خرج من اللوحة ومرجعش تاني، ودي هتبان معانا في النوع اللي جاي، هنعرف يعني ايه كابل خرج ومرجعش ويعني ايه كابل خرج ورجع تاني. لكن رغم كل العيوب اللي في السيستم دوت الا انه لسه بيستخدم لحد دلوقتي. طب اقدر استخدمه في ايه؟ اقدر استخدمه في الابليكيشن اللي مساحتها صغيرة، زي ايه؟ زي صيدلية، زي مطعم، هايبر ماركت صغير وهكذا. نيجي نشوف شكل اوضح شوية للسيستم دوت. هنلاقي عندنا اللوحة خارج منها الديتكتور والمانوال ستيشن، وعامل زون وزون كمان وزون كمان وهكذا عشان يغطي المبنى اللي عنده بالكامل. وهنا عندنا البيل والساوندر، وممكن يبقى عندي كنترول مديول عشان افتح الابواب في حالة الحريق، وممكن يبقى عندي كنترول مديول تاني عشان افصل لوحات الكهرباء في حالة الحريق. لو رجعنا للرسمة دي تاني هنلاقي ان انا عندي في حاجة اسمها زوم كيبل، دوت الكابل اللي شايل الديتكتور لحد ما بينتهي عند الاند اوف لاين ريزيستنس، وعندي كابل تاني اسمه الدي سي كيبل. الدي سي كيبل دوت بيتوصل عليه الاوتبوت اللي هو زي الهورن او الاستروب والفلاشر والسارينا والحاجات دي كلها، عشان الحاجات ديت بتحتاج باور، فانا باخد الباور ديت عن طريق كابل دي سي. النوع اللي بعد كده هو الادريسابل. هنا حصل تحديث وتعديل على سيستم الكونفنشنال وعملوا النوع دوت، عشان كده النوع دوت ادفانسد تكنيك. النوع ده شغال بكونسبت الادرس، هنا بيدي لكل element في اللوب او في السيستم عندي بيديله ادرس معين، بيبقى عارف من خلال الادرس دوت مكان الاليمنت دوت فين بالظبط، عشان كده السيستم دوت بقى مور اكيوريت عن السيستم اللي فات. وهنا السيستم دوت شغال بكلاس اي وايرنج، وهنشوف بعد شويه يعني ايه كلاس اي وايرنج وايه الفرق بينه وبين كلاس بي وايرنج. وعشان السيستم دوت شغال بكونسبت الادرس او بكونسبت اللوب، لو حصل حريق في اي مكان في المبنى هقدر عن طريق الادرس بتاع الاليمنت دوت
اعرف مكان الحريق ده فين بالظبط، بالتالي هقدر اطلع على المكان دوت دايركت على طول واتعامل مع الحريق. عشان كده السيستم دوت بقى اكسبنسيف اكتر من النظام الكونفنشنال. نيجي نشوف السيستم دوت شغال ازاي. عندي لوحة الفاير اهي، وخارج منها بكابل 1 بير فردتين، معدي على كل ديتكتور في اللوب اللي عندي، وبرجع تاني اقفل على البانل، ودوت اللي اسمه كلاس اي وايرنج، ان انا بخرج من اللوحة بكابل 1 بير وبرجع تاني على اللوحة، يبقى هنا الكابل خرج ورجع تاني. هنا كمان الديتكتور حصل له تطوير وبقى جواه رام وبروسيسور عشان يقدر يحول كمية السموك أو كمية الهيت اللي هو شافها لسيجنال يبعتها للوحة، واللوحة بقى تاخد الأكشن المناسب حسب السيجنال ده. حد ممكن يفكر كده اللوب ديت بتشيل كام ديتكتور؟ زي ما قلنا في الأول خالص إن اللايت كارنت ملهوش ستاندر معين، لكن بيعتمد على المانيفاكتشر ريكومنديشن، على حسب كل مصنع بيقول لك اللوحه ديت تقدر توصل عليها لوب تشيل كام ديتكتور، انت هتشتغل على الاساس دوت. اشهر 3 ارقام في السوق ان اللوب تقدر تشيل 99 ديتكتور او 126 ديتكتور او 256 ديتكتور، في ارقام تانية كتير بس دول الاشهر. ولازم نبقى عارفين ان مهما كان عدد الديتكتور اللي على اللوب، كل الديتكتور ديت بتبعت سيجنال بالستاتس بتاعتها كل ثانية، يعني سواء 99 او 126 او 256، فكل اللوبة ديت بتبعت ستاتس بالسيجنال بتاعتها كل ثانية، بالتالي انا كل ثانية ببقى عارف السيستم اللي عندي فيه حريق ولا مفهوش. لو رجعنا للرسمة دي تاني هنلاقي ان انا بخرج من اللوحة بكابل اللوب، بعدي على كل الديتكتور اللي عندي، ولو عندي مونيتور مديول بعدي عليه، لو عندي كنترول مديول بعدي عليه، وبرجع اقفل تاني على اللوحة. ونفس الفكرة بتاعت الكونفنشنال، لو عندي حاجة محتاجة باور بطلع من اللوحة بكابل دي سي اديها الباور دي، يعني انا هنا مثلا عندي الاستروب والهورن، نفس الكلام في الكونفنشنال محتاجة باور، فانا عشان اقدر اوصلها على اللوب لازم يكون ليها ادرس، وعشان هي حاجة كونفنشنال فانا بوصلها عن طريق الكنترول مديول، وبدي الباور للكنترول مديول وهو بيدي الباور للهورن او للاستروب او السرينة او الفراشر او اي حاجة كونفنشنال مش ادرسبل. نشوف النوع الثالث والاخير الادرسبل انتليجنس. لو نفتكر في النوع اللي فات احنا قلنا ان انا كل ثانية بيبقى عندي status بحالة اللوب او بحالة السيستم بشكل عام، فالناس لو اللي ممكن يحصل delay في التايم دوت، يعني يحصل تأخير شوية لحد ما يجيلي الستيتس بتاعة اللوب، فعملوا تحديث وتعديل في تركيب الديتكتور نفسه عشان هو اللي يحلل الداتا اللي عليه، اللي هي سواء كمية السموك او كمية الهيت، وبعد ما يحلل الداتا ديت هو اللي يدي القرار ان في حريق ولا ما فيش، وبعدين يبعت للبانل يقول لها انا عندي حريق اتصرفي. كده وفر اجزاء من الثانيه بس بقى عندي دقه كبيره. عشان كده النوع دوت بقى موست ادفانسد، وزي النوع اللي فات شغال بكونسبت الادرس، وزي ما قلنا ان هو موست اكوريت، وشغال برضو بكلاس اي وايرنج، وطبعا هيبقى فيري اكسبنسيف. في النوع دوت انا بخرج من اللوحه بكابل اللوب، بعدي على كل الديتكتور والمونيتور مديول والكنترول مديول اللي هي متوصله على الحاجه اللي لوحه الفاير ما تقدرش تقراها زي الفالف بتاع الفاير فايتنج او لوحات الكهرباء، وكمان بحط الاستروب والهورن على كابل اللوب، يبقى هنا كابل اللوب بيدي الباور للحاجات اللي هي كانت كونفنشنال، وعشان كابل اللوب شايل الباور بتاعت الحاجات الكونفنشنال، بالتالي عدد الاليمنت اللي كابل اللوب شايلهم هيقل شويه عن النوع اللي قبله، بس بقى عندي دقة عالية جدا. نشوف شكل أوضح شوية. عندي هنا اللوحة بخرج بكابل 1 بير، بعدي على كل الديتكتور والمونيتور مديول والكنترول مديول والمانيوال ستيشن وكل الإليمنت اللي عندي، وبرجع تاني على اللوحة، يبقى هنا خرجت بكابل ورجعت بيه تاني، عشان كده سميناه كلاس اي وايرنج. ممكن اعمل لوبة تانية ولوبة تالتة وهكذا. الفيديو الجاي ان شاء الله هنتكلم على الديستريبيوشن بتاع الفاير الارم سيستم، وهنعرف ازاي نوزع كل إليمنت عشان نبني السيستم بالكامل. شكرا.